مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية. وخلونا نبدأ أولى فقراتنا الحوارية بحوار اقتصادي. منذ يومين تقريبا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بتعيين الأستاذ طارق عامر في رئاسة البنك المركزي خلفا لهشام رامز اللي تقدم باستقالته من منصبه. هذا القرار لقى صدى وإقبال من مختلف العاملين في المجال الاقتصادي، سواء في البنوك أو البورصة أو غيرها من المجالات، وذكروا أن في مجموعة من التحديات الهامة اللي بتقف أمام الأستاذ طارق عامر في المرحلة المقبلة، تحديات متعددة متعلقة بالوضع الاقتصادي في مصر. سنتحدث عن هذه التحديات وعن دور البنك المركزي بشكل عام وأهميته في الدولة من خلال وقفتنا الحوارية القادمة. ومعانا فيها الأستاذة شيرين محمد، رئيس قسم البنوك بجريدة العالم اليوم. صباح الخير أستاذة شيرين، برحب بك. لكن قبل ما نبدأ حوارنا خلونا نتابع هذا التقرير عن الموضوع ثم نبدأ اللقاء. بعد قرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته من منصبه، سادت حالة من الترحيب الواسع بين قيادة القطاع المصرفي الذين رصدوا تحديات مهمة وعاجلة تواجه المحافظ الجديد، أبرزها ملف الحد الأقصى للإيداع بالدولار وإدارة سوق النقد الأجنبي والعمل على إعادة تعبئة أرصدة الاحتياط الأجنبي بعد أن تهاوى إلى مستوى 16.33 مليار دولار مؤخرا. وأرى بعض الخبراء أن المحافظ الجديد للبنك المركزي يتمتع بقدر عال من الحرفية ويمتلك خبرات واسعة. آخرون أشاروا إلى أن محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز لم يكن موفقا في اتخاذ قراراته، خاصة مع ظروف الفترة الحالية التي تمر بها مصر، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بصورة كبيرة أمام الدولار. وفي المقابل قال البعض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض، وعلى المسؤولين وضع هذا في اعتبارهم بما لا يؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مشيرين إلى ضرورة تعاون المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي لحل أزمة الدولار والعمل لزيادة الاحتياط النقد الأجنبي. كما شدد مصرفيون على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالجنيه المصري مقابل الدولار. ويعد منصب محافظ البنك المركزي في كل دول العالم المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، كما يعتبر عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم والأسعار واستقرار الجهاز المصرفي الذي يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليا، نظرا لأنه الوحيد الذي لم يتأثر بتداعيات تردي الاقتصاد نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد. وتتعدد مسؤوليات البنك المركزي حيث يتولى إصدار العملة المحلية بكافة فئاتها، وكذلك صياغة السياسة النقدية وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى إدارة احتياط الدولة من الذهب والعملات والرقابة على البنوك وكذلك إدارة ديون الحكومة. مرة تانية برحب بالأستاذة شيرين محمد، رئيس قسم البنوك بجريدة العالم اليوم. صباح الخير أستاذة شيرين. وتقرير يمكن ذكر في نهايته بعض المهام اللي بيقوم بها البنك المركزي، لكن عايزين نتكلم بشكل أعم وأشمل. أهمية البنك المركزي لأي دولة، إيه أبرز المهام اللي بيقوم بها وإزاي بيحافظ على الاستقرار الوضع في البلاد الوضع الاقتصادي؟ في الحقيقة البنك المركزي هو يعني دايما بيكون يعني دوره مهم جدا في رسم السياسة النقدية لأي دولة. وعندنا في مصر بالذات البنك المركزي المصري نجح جدا في إدارة السياسة النقدية ديت، وخاصة مع تطبيق خطة الإصلاح المصرفي منذ عام 2004 أثناء تولي دكتور فاروق العقدة وفريق بتاعه للمعاون ليه، يعني لخطة الإصلاح المصرفي. وقدروا في الفترة دي إن من 2004 لحد دلوقتي الراهن إن نجحوا في إعادة هيكلة البنوك العامة ورسم سياسات وتطبيق المعايير الدولية في إدارة النقد وفي منح الائتمان وفي إدارة الجهاز المصرفي، وده اللي يساهم في إن الجهاز المصرفي المصري كان دايما حائط الصد للاقتصاد المصري.
بدليل ان احنا قدرنا نتجاوز اي تداعيات سلبيه اثرت على دول اخرى في الازمه الماليه العالميه في 2008، وده اللي ساند الدوله بشكل كبير جدا بعد ثوره 25 يناير. وبالفعل كان البنك المركزي وللبنوك دور هام في انهم يعني يتجاوزوا اي تداعيات سلبيه للثوره، بدليل اللي قدر تم توفير السيوله المطلوبه لسد العجز في الموازنه العامه للدوله، تم توفير مرتبات المواطنين بعد الثوره، تم تلافي اي تداعيات كان ممكن تحدث او حدثت في اي دول مشابهه لظروفنا. والبنك المركزي قدر انه يستمر في اداره السفن ادياب حرفيه بالغه حتى بعد انتهاء مده او بداية تولي الأستاذ هشام رامز تولي مهامه في عام 2013، قدر أن يواصل مسيرة التطور اللي حققها الدكتور فاروق العقدة. وده ظهر في أن البنك المركزي نجح في أنه يوفر موارد النقد الأجنبي للمستوردين، وفي نفس الوقت الالتزام بسداد الديون الخارجية ومستحقات الواقع على الدولة في موعدها بانتظام. لكن يعني أمام النجاحات اللي بتتكلمي عنها، في برضو مشكلات بتواجه البنك المركزي، وفي دايما تساؤل عن الارتفاع وانخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأخرى وتحديدا الدولار وعدم ربطه بسلة عملات الحد الأقصى للإيداع بالدولار وغيرها من المشكلات اللي يعني لحد دلوقتي مش محلولة. وبنشوف موضوع الدولار ده بالتحديد بقاله أكتر من عام وما زالت نفس المشكلة قائمة، هو في ارتفاع ده. وانا عايزه اوضح نقطه مهمه، ان القرارات اللي اتخذها البنك المركزي او محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بقرارات الايداع النقدي للدولار هي قرارات سليمه جدا ومطبقه في كل دول العالم. وبالعكس هي حدت بشكل كبير من تفاقم ازمه السوق الموازيه او السوق السوداء، بدليل ان الدولار البنك المركزي بينتج سياسه تدريجيه في تحريكه لسعر الدولار امام الجنيه. يعني في الفتره اللي هي في نهايه العام الماضي ولحد بدايه مطلع يناير 2015 كان سعر الدولار بيدور في معدلات 7.54 جنيه، ده في السوق الموازي او في السعر الرسمي. البنك المركزي استطاع ان يحرك السعر يعني ل 63، وبعدين حرك السعر مرتين تانيين بوقع 20 قرش في يوليو الماضي وال 20 قرش الاخيره في اكتوبر اللي وصل على اثرها السعر في البنوك ل 8.3. بس اللي البنك المركزي كان قادر ان هو بيقيس التوقيت المناسب انه يحرك امام الجنيه او نخفض قيمه الجنيه، بمعنى ان في اول تحريك حصل لسعر الجنيه ده كان في وقت ازمه الديون اليونان وتراجع اليورو، وبالتالي كان قادر ان هو يتلافى تداعيات الخفض ده بشكل كبير. ومن المؤكد برضو ان في الفتره الاخيره هو الخفض الاخير لسعر الجنيه مدروس جدا من البنك المركزي، لان زي ما قلت لحضرتك هو بيرسم سياسه نقديه في ضوء مؤشرات عند جميع القطاعات الاقتصاديه لديه، وبالتالي فبياخد قراره ده في ضوء مؤشرات غيرنا كلنا، يعني بمعنى انه قدامه رؤيه اعمق للسوق. والقرار عامة ما بيبقاش قرار فرد، تبقى اللجان مشكلة علشان يعني إصدار أي قرار طبعا في لجنة مسؤول عنها هو محافظ البنك المركزي، ده أمام المواطنين أو أمام الدولة. هو طبعا في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هي منوطة بأنها بتبحث وبتضع ترسم السياسة النقدية طبعا تحت إشراف محافظ البنك المركزي. ولجنة السياسة النقدية عندها يعني مؤشرات وبيانات دقيقة جدا عن كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، بل عندها كمان يعني تحليل أدق ممكن نصفه بأنه الأدق للسوق والاقتصاد والمعدل التصدير والاستيراد. وفي نقطة كمان مهمة، أن اللجنة عندها معدل تضخم أساسي تم وضعه من قبل البنك المركزي، المعدل ده برضو بيقيس الارتفاع الأسعار في ضوء مؤشرات معينة برضو، بمعنى أنه بيستبعد السلع اللي فيها تذبذب في الأسعار، وبالتالي بيكون المؤشر تضخم عنده هو من أدق وأصدق المؤشرات اللي ممكن ترسمي عليها مستويات معدلات سعر الفايدة، سعر صرف الجنيه قدام الدولار. ولازم أوضح لحضرتك نقطة مهمة كمان، إن البنك المركزي نجح في إنه يضبط سوق الصرف، يعني بمعنى إننا رغم التحريك باللي حصل في سعر الجنيه إلا إن البنك المركزي برضو بيوفر الدولار للمستوردين، ومن خلال آلية العطاءات الدورية اللي هو بيضعها بتصدر العطاءات دي عن البنك المركزي 3 أيام في الأسبوع، أيام الأحد والثلاث والخميس، والعطاءات دي بتوفر للبنوك احتياجاتها من الدولار. ولكن البنك المركزي بيعمل إيه بقى؟ بيحاول إنه يوفر الاحتياجات دي
للسلع المهمة، يعني بيحط أولوية للمواد الخام، مستلزمات الإنتاج، كافة المستلزمات اللي هي بتدخل في الصناعة وعشان الإنتاج ما يتعطلش، بيليها برضو السلع الغذائية والأدوية والقمح والزيوت. فبالتالي هو عنده أولويات في توفير الدولار. لكن بالنسبة للتحديات اللي من وجهة نظرك أمام محافظ البنك المركزي الجديد، إيه هي أبرز التحديات في ضوء برضو التذبذب في سعر الدولار اللي بنتكلم عنه، ويعني ارتباط مصر في فكرة الاستيراد والتصدير بالدولار وبسعره، الخامات اللي بتستوردها من الخارج وأيضا ما تقوم بتصديره، أبرز التحديات من وجهة نظرك ما هي؟ طبعا هو دايما محافظ البنك المركزي بيكون دوره زي ما قلت لحضرتك رسم السياسه النقديه، وبالتالي هو قدامه التحديات المتعلقه بضبط سوق الصرف ويعني العمل على توفير الدولار للمستوردين والغيرهم والبنوك، عملاء البنوك بشكل عام. فكره توفير الدولار يعني ممكن هتتم ازاي في اطار وضع اقتصادي حتى الان غير مستقر الى حد كبير، ومشروعات استثماريه ربما اتت من خلال مؤتمرات ومبادرات لكن لم تنفذ على ارض الواقع حتى الان؟ هو احد التحديات اللي بتواجه جذب الاستثمارات الجديده هي وجود سوق موازيه، بمعنى اننا ما نقدرش، المستثمر عايز يدخل السوق المصري محتاج يشعر ان في سعر واحد للدولار قدام الجنيه علشان يكون مطمئن على امواله اللي بيدخلها للسوق انه يقدر يستردها في اي وقت بنفس القيمه اللي دخل بيها او بقيمه هو وضعها في اعتباره، بيحط دراسات الجدوى الخاصه بيه، بيحط مشروعاته وكده. فبالتالي فالدور اللي قام بيه البنك المركزي انه بيحاول يقرب الفجوه دي بين السعرين، السعر اللي في البنك والسعر اللي في السوق غير الرسميه، الهدف منها انه يوصل لسعر عادل للدولار او سعر حقيقي يقنع بيه المستثمر الاجنبي، وبالتالي يتم جذب استثمارات جديده للبلاد. وده طبعا مهم جدا عشان المرحله الجايه والمشروعات اللي حضرتك اشرتي اليها. فطبعا الخطوات اللي بيقوم بها المركزي في الاطار ده إيجابية وصحيحة في النقطة دي. اللي لازم يواجه يعني يقابل القرارات دي دور عام مننا كلنا، بمعنى إن الحكومة عليها دور والمستوردين عليهم دور ومجتمع الأعمال بشكل عام عليه دور وحضرتك وأنا وكل المواطنين علينا دور. يعني بشكل عام في إطار التعاون، إزاي ممكن يكون في تعاون ما بين الحكومة والجهات الخاصة والبنك المركزي في فكرة توفير الدولار بشكل يعني يكون فيه عملة أجنبية أكتر في مصر، إزاي ده ممكن يتم من خلال تعاون الجهات الثلاثة؟ أولا هو بالفعل في تنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بمعنى في تنسيق دائم في كل القرارات بين البنك المركزي والسياسة المالية المتمثلة في الحكومة وفي وزارة المالية، وبرضه بيكون في اجتماعات مستمرة بينهم ومشاورات في القرارات دي، نقطة مهمة. النقطة الثانية، لازم مجتمع المستوردين يعني بمعنى أنهم نكف عن استيراد السلع الكمالية والسلع اللي مش مفيدة للاقتصاد في الوقت الحالي، نحاول يكون في أولوية السلع الاستهلاكية في السلع غير سواء الاستهلاكية أكل مثلا، حلويات، منتجات أخرى طبعا حضرتك عارفة ان احنا في حاجات موازية ليها في مصر. من الأسباب اللي ضغطت على الدولار في الفترة الأخيرة ان كان في 3.2 من 10 مليار دولار استيراد مستلزمات محمول واكسسوارات، وفي 400 مليون دولار او نص مليار دولار تقريبا تفاح، استيراد تفاح احمر. فيعني انا قصدي ان بمعنى ان احنا كلنا علينا دور، اولا المستوردين عليهم دور ان ما يضغطوش على العمله بشكل كبير، علشان هو بيضغط في السوق الموازيه ليه؟ هو البنك بيوفر، بس بيوفر لمستوردي المواد الخام، اصحاب المصانع، السلع الغذائيه، الادويه، مش بيضع الطلبات التاليه اللي هي الطلبات المتعلقه بالسلع الكماليه في مرتبه تاليه، بمعنى ان هو بيضعه على قائمه الانتظار وبيدي اولويه في الدولار اللي بيتوفر اليه للسلع المهم. بدوره هو المستورد بيلجأ للسوق الموازية وبيضغط في السوق الموازية، وبالتالي بيدي الانطباع سلبي للسوق، فالناس بتحتفظ بالدولار. ففي مشكلة تانية متعلقة بندرة المعروض، بمعنى ان الناس اللي عنده دولار بيحتفظ بيه معاه، متصور انه هيوصل للارتفاع، مش عايز يستغنى بعد كده باعلى سعر. فاحنا لازم يكون علينا دور كمواطنين، يعني حضرتك وانا وكل مواطن مصري عايز مصلحة الاقتصاد لازم يشعر بمسؤولية بان هو لو توفر ليه دولار يا ريت يتخلص منه في البنك، مش لازم يتخلص منه في السوق الموازي. لان احنا لما بنتخلص منه في البنك انت النهارده بتحقق ميزه نسبيه مكسب قريب، انك بتحقق فرق 50 قرش او 10 قروش او وات ايفر، انت في الوقت ده
المكسب القريب ده بيضرك قدام في انه بيرفع فاتوره الاستيراد وبيرفع الاسعار، لان نضطر ان الدولار بيزيد قدام الجنيه. طيب فبينعكس عليك سلبا. ليه ما بيكونش في ربط ما بين الجنيه وبين سله عملات متنوعه؟ دايما المشكله كلها بتنحصر في الدولار، يعني في ارتفاع طبعا في اسعار العملات الثانيه، بس الحديث دايما بيبقى على الدولار، في ارتفاع في اليورو في الجنيه الاسترليني وغيره من العملات، لكن الدولار بيظل هو المشكله الحقيقيه. لان طبعا احنا استيرادنا بشكل كبير جدا بيعتمد على دول بتتعامل بالدولار، واحنا دوله مستورده في الاساس، يعني احنا بنستورد ما يقرب من نسبه 80% من احتياجاتنا. في نقطه كمان، ان البنك المركزي كان ليه دور في مساله زي دي، هو حاول انه ينوع بس بشكل مختلف فيما يتعلق بالاحتياطي. ان احنا عندنا البنك المركزي من ايام دكتور فاروق انتاجه سياسه ننوع الاحتياطي في عملات مختلفة، بقى في يورو وفي استرليني وفي عملات مختلفة، ولكن التقويم بالدولار متعلق بان احنا حتى استيرادنا من الصين بنتعامل بيه بالدولار. يعني معظم دول العالم بتتعامل بالدولار. يعني احنا دولة بتستورد من الصين بنسبة كبيرة، بنستورد بالعملة الأمريكية، وبالتالي احنا ده شيء يعني مفروض مش اختيار يعني. ما نوصل. طيب لما بيكون في انخفاض في الدولار اللي هو سعره متذبذب، الانخفاضات دي بتدل على ايه؟ يعني الى اي مدى بتكون ايجابيه او ليها دلاله ان الاوضاع هتستقر، ولا برضو الموضوع بيبقى مش مضمون الى حد كبير وبنشهد بعديها بفتره ارتفاع اخر في سعر الدولار؟ هو زي ما وضحت لحضرتك برضو ان لما البنك المركزي بيتخذ قرار بالتخفيض بيكون عنده رؤيه، بمعنى زي ما قلت لحضرتك في يوليو هو لما اتخذ قرار التخفيض كان قاري السوق العالمي كمان، شايف ان في الوقت ده تراجع في اليورو عشان ازمه جون اليونان، شايف ان في قلق عالمي، جه لقى ان ده وقت مناسب انه يخفض العمله عندنا. طب من وجهه نظرك في الفتره المقبله الابرز النقاط اللي لابد ان يبدا الاهتمام بيها ايه هي، وازاي ممكن يستفيد من تجارب دول اخرى محافظه على استقرارها الاقتصادي، دول ربما تكون مشابهه شويه لمصر، مش هنتكلم عن الدول المتقدمه اللي ظروفها مختلفه تماما. في الحقيقه لازم يعني القي الضوء على حاجه مهمه، ان طبعا استاذ طارق عامر هو افضل اختيار لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للاستاذ هشام رمز، وده لان استاذ طارق عامر بيتمتع بخبره مصرفيه كبيره جدا، هو تولى منصب نائب المحافظ لفتره كبيره بتزيد عن 5 سنوات، يعني تقريبا من 2005 لحد 2008، كان فيها شارك في وضع ورسم خطه الاصلاح المصرفي مع دكتور فاروق العقد، فبالتالي هو استاذ طارق عامر بالفعل هو دارس البنك المركزي، يعني قادر انه بشكل سريع جدا يدخل في منظومة البنك المركزي، بل وانا اعتقد انه كمان هيكون عنده رؤية واضحة يعني الاقتصاد المصري رايح على فين. هو متفائل جدا وعارف ان الاقتصاد المصري ان كل المؤشرات دي احنا قادرين ان نتجاوزها في الفتره الجايه، خاصه ان احنا في الفتره الجايه ممكن عائدات السياحه ترجع تاني للارتفاع والتصدير، وبالتالي يكون عندنا موارد اكتر من النقد الاجنبي، بجانب ان المحافظ المحافظ الجديد او استاذ طارق عامر كان اعلن ان هو هيكون عنده يعني رؤيه في ان هو هيرجع يستعين بمنصب نائب المحافظ لشؤون السياسه النقديه، مع انه هيعين نائب ثاني للمحافظ يتولى شؤون السياسه النقديه، وده بجانب هيكون تحت مظلته برضو وتحت رؤيه مجلس البنك المركزي الجديد اللي هيتم تشكيله في نوفمبر برضو المقبل، وتحت رؤيه لجنه السياسه النقديه. وانا اعتقد ان هو هيكون موفق جدا، لانه زي ما قلت لحضرتك كان ليه دور في خطه الاصلاح المصرفي، وكان ليه دور في رئاسته للبنك الاهلي المصري من 2008 ل 2013. اكيد احنا بالتاكيد امامه مجموعه من التحديات الكبيره، نتمنى ان تتم مواجهتها من خلال تعاون مختلف الجهات زي ما ذكرتي. بشكرك استاذه شيرين محمد رئيس قسم البنوك بجريده العالم اليوم، شكرا على تشريفك لينا، ومشاهدينا لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح لحظات، وتتابعون موجز لاهم واخر الانباء وما يصبح.